حكم تحت الجورة بطريقة تكون حضارية بطريقة سلمية ورا المواطن كيشوف. أما النعوت اللي ما يقبلها حتى واحد فينا راه ما نقبلوها شي، والحمد لله كاين السلطة في البلاد وكاين القانون في البلاد، راه ماشي كاين السيبة في البلاد. اللي كتشبار خصو دابا يتحط معانا هنايا، هاد الناس عادوا البوليس دابا ودابا حضر. الاحتجاج كان نتيجة أن البواب هنا بمقر البلدية منعنا من الدخول والمشاركة في هذه الجلسة اللي كما هي معلوم هي جلسة عمومية وما دلاش بأي قرار يفيد بالسرية ديالها. ثانيا كانت نتيجة على إدراج واحد النقطة تحت الضغط ديال بعض اللوبيات الفساد وخاصة بعض رؤساء المجالس المحلية اللي هم مستفيدين من المأدونيات رغم أنهم ناس ميسورين لا علاقة لهم لا بالمقاومة ولا بالفقر. كانت عندهم صراعات عائلية حول واحد المأدونية، بغاو يصفيوا الحسابات العائلية ديالهم عن طريق الضغط من أجل تعديل الفقرة المادة 3 من قانون النظام الأساسي لشركة التنمية المحلية حتى يتاح المجال للنقل الحضاري لمغادرة المدار الحضاري.